امسك يا ياسر، امسك يا ابني، هو هيعضك. انت متأكدة يا جومانة انه مش هيعرف حاجة؟ طبعا يا حبيبي ما تخافش، انا مش هعمل حاجة تضرك. هو كل الموضوع ان انا حاولت هاك اليونت من بعيد بس ما عرفتش، فما قدمناش حل غير انك تاخد الهارد ده توصله في اليو اس بي بتاعت اليونت لمدة دقيقتين بس وتشيله، وسيبي الباقي عليا. الباقي ده اللي هو ايه؟ انت مش كنت عايز طريقة تاخد بيها منه فلوس عشان نفضل مع بعض؟ اوعدك يا ياسر انك لو عملت كده هنبقى مع بعض في بيتنا بعد اسبوعين بس، وفي بلد تانية خالص. قلت ايه؟